ال H2 receptor antagonists أو الأدوية اللي بتقفل ال H2 receptors بتاعت الهستامين هي المجموعة التانية اللي بنستخدمها في علاج ال acid related disorders، والسبب إن ال efficacy بتاعها أقل من مجموعة البروتون بامب inhibitors. المجموعة دي ابتدت بدواء اسمه السايميتيدين، والسايميتيدين او التجاميت من اشهر الادويه في الفارماكولوجي، والسبب ان هو اول دواء يصنع لعلاج مرض احنا عارفين الباثولوجي بتاعه. الشركه اس كي اند اف اللي نزلت التجاميت كانت عارفه ان البيبتيك ألسر سببها زياده في الاتش سي ال سكريشن، ان الاتش 2 ريسبتورز بتاعت الهستامين بتمديت اغلب الاتش سي ال سكريشن، فصنعت هذا الدواء على تمبلت من الهستامين علشان يمسك في الاتش 2 ريسبتورز ويعمل لها بلوكيت فيعالج البيبتيك ألسر، وقد نجح هذا الدواء في ذلك، وكان اول دواء افكتيف يستخدم في علاج البيبتيك ألسر في السبعينات. كان عيب السايميتيدين ان النيوكلياس بتاعته اللي هي الاميدازول نيوكلياس بتسمح له ان هو يعدي البلاد برين بارير، ومروره بالبلاد برين بارير ده كان بيدينا ادفرس افكتس كتيره. ايضا كان بيدخل الليفر ويأثر على الانزيمات السيتوكروم بي 450 اوكسيدز بتاع الليفر، وده برضو من الحاجات اللي كانت مكروهه فيه. فابتدت الشركات تبحث عن جزيء تاني ما يقدرش يعدي البلاد برين بارير بسهوله، وظهر الرانيتيدين او الزانتاك. اتغيرت الاميدازول نيوكلياس بتاعه السايميتيدين بفيوران نيوكلياس، وفعلا كان مرور الرانيتيدين من البلاد برين بارير اقل، تلاه الفاموتيدين، واخيرا النيزيتيدين اللي ما نالش نفس الشهره اللي نالها الرانيتيدين والفاموتيدين. يا ترى الادويه دي بتشتغل ازاي؟ زي ما قلنا في البروتون بامب انهبيتورز، ادي البارايتال سيلز، والبارايتال سيلز اليومينال اسبكت بتاعها في الاسيد كاناليكولاي اللي بتفرز الاتش سي ال، والميوكوزا الاسبكت بتاعها فيها الريسبتورز اللي بتستيميوليت تحويل الريستنج بامبس الى اكتف بامبس عشان تبتدي اتش سي ال سكريشن. من هذه الريسبتورز الاتش 2 ريسبتورز بتاعت الهستامين، ودي مسؤوله عن 70% من اتش سي ال سكريشن. في الام 3 ريسبتورز بتاعت الاستيل كولين، ودي مسؤوله عن 15% من اتش سي ال سكريشنز. وفي الكوليسيستوكاينين بي ريسبتورز بتاعت الجاسترين، ودي مسؤوله عن 15% من اتش سي ال سكريشنز. الدواء بتاعنا او المجموعه دي بتبلوك ال H2 ريسبتورز، يبقى بتبلوك 70% من ال HCL سكريشنز، بعكس مجموعه البروتون بامب انهبيتور اللي كانت بتقفل الفاينل كومن باث واي، وبالتالي بتديني فيرتشوالي كومبليت انهبيشن من ال HCL سكريشن. لكن على كل حال ال 70% دي عاده بتكفي لعلاج اغلب الاسيد ريليتد ديس اوردرز. الصفه المميزه في البلوكيد بتاع ال HCL secretion بال H2 receptor antagonists ان كان السبريشن للنكتورنال او ال HCL secretion اللي بيحصل اثناء الليل افضل من السبريشن للدايورنال secretion او الميل stimulated secretion اللي بتحصل اثناء النهار. ايه السبب في كده؟ السبب في كده ان عكس البروتون بامب انهبيتور، البروتون بامب انهبيتور كانت لما تتاخد الصبح وتنتهي البايو افيلابيلتي ويندو بتاعتها، بتبتدي تحصل اكتيفيشن للبروتون بامب اثناء اليوم، فاقرب من بالليل الاقي في بروتون بامبس كتير حصل لها اكتيفيشن ومفيش دواء يشتغل عليها. لكن الانتي هيستامينكس او الاتش 2 ريسبتور انتاجونيستس بتتاخد تمسك في الريسبتورز تقفل اتش سي ال سكريشن سواء كانت البروتون بامب اكتيف او كانت البروتون بامب ريستنج. وده تطبيق مهم جدا في حاجه اسمها النوكتورنال بريك ثرو بتحصل مع عيانين الجيرد. الفارماكوكينيتكس بتاعت الاتش 2 ريسبتور انتاجونيستس، لو خدنا الدواء اورال وهيبتدي يحصل له ابزوربشن بيوصل للبلاد، لقينا ان بعد الابزوربشن بيحصل فيرست باس ميتابوليزم في الليفر. احنا لقينا ان الفاموتيدين 50% منه بيتكسر قبل الابزوربشن، يعني البايو افيلابيلتي بتاعت الفاموتيدين 50%. الرانيتيدين 50% منه بيتكسر في الليفر،
في الفيرست باس ميتابوليزم، يعني الباي افيلابيلتي بتاعته برضه 50%. يبقى معنى كده ان البارنترال بريباريشنز بتاعت الدوايين دول هتبقى حوالي نصف الدوز بتاعت الاورال فورميوليشن. بعد ما بيوصلوا البلاد ويبتدوا يشتغلوا، الجسم بيتخلص منهم عكس البروتون بامب انهيبيتورز عن طريق الليفر، المين روت عن طريق الكدني، المين روت اوف اليمينيشن بتاع الاتش 2 ريسبتور انتاجونست بيبقى رينال، وبالتالي الدوز ادجستمنت في حاله الرينال ديسيز مهم، بعكس البروتون بامب انهيبيتورز ما كانش فيه دوز ادجستمنت ليها في الرينال ديسيز. ويمكن كمان لان الرانيتيدين الميتابوليزم بتاعه في الليفر في الحالات السيفير هيباتيك امبيرمنت بيحتاج برضه دوز ادجستمنت. الهاف لايف بتاعه الرانيتيدين بتبقى حوالي، او الفاموتيدين بتبقى حوالي 3 ساعات، وهذه الهاف لايف تكفي جدا ان الدواء ده، او بتسمح لي ان الدواء ده يتاخد مره او مرتين في اليوم. هكبر الدوز بتاعته عشان اعوض ان الهاف لايف بتاعته 3 ساعات، لان الادويه دي زي ما هنعرف بعد كده من الادويه السيف، لان ال H2 receptors مش involved في حاجات كتيرة غير ال HCL secretion. ال preparations available في السوق، السايميتيدين ده اول ادوية خلاص ما بقاش يستخدم بكثرة، ده كان نازل oral tablet و parenteral injections. الرانيتيدين ابتدى ياخد الدور الرئيسي، او يبقى هو اهم واحد في هذه المجموعة، وده نزل السوق باسم الزنتاك. في منه اقراص تابلتس زي ما احنا شايفين في 150 وفي 300 ملي جرام. كمان في ايفارفيسنت تابلت، الايفارفيسنت تابلت بتفرق ان معاه صوديوم بايكربونيت، والصوديوم بايكربونيت محطوط جاست تو بليز ذا بيشنت، ولانه يعمل نيوتراليزيشن للاتش سي ال، لكن زي ما هنشوف بعد كده في الادفرس افكتس بتاعته ان بيديني الادفرس افكتس بتاعت الصوديوم بايكربونيت مع التابلت. في منه كمان اورال سوليوشن، وده نازل لان الدواء ده بنحتاجه ساعات في الاطفال، فبنحتاج نديهم الدواء عن طريق الماوس، ما نقدرش نديهم الاقراص التابلتس. نزل منه كمان تركيبه مشبوك في الرانيتيدين البيزمال سيتريت باسم البايلوريد، ودي نازله عشان علاج الهيليكوباكتر بايلوري. ونزل منه الحقن، وزي ما احنا شايفين الجرعه بتاعت الحقن اقل من الجرعه بتاعت التابلت، عشان البايو افيلابيلتي بتاعت الرانيتيدين بتبقى حوالي 50%. الفاموتيدين كمان كومنلي يوزد، وفي منه بريباريشنز اورال وفي منه بريباريشن بارنترال. يمكن البريباريشن الاورال ما فيش فيها السوليوشن، لكن في منها السسبنشن لو احتاجناه في soluble form او في liquid form. النيزاتيدين ما نزلش منه الا الاقراص والكبسولات، وده استخدامه قليل. ايه الانديكيشنز بتاعت الادويه دي؟ هل ما زال هناك انديكيشنز ال H2 receptor antagonist بعد ظهور البروتون بامب انهيبيتورز؟ في البيبتيك ألسر ممكن نستخدمها في المايلد او المودريت ألسرز، لان ال 70% انهبيشن اتش سي ال سكريشن يكفي لعلاج هذه الألسرز. في الجاستروسوفيجال ريفلكس ديزيز الدور بتاعها ضعيف، لان انا بحتاج في العيانين دول ان انا ارفع البي اتش فوق 4، وده صعب مع الاتش 2 ريسبتور انتاجونستس، لان الاسوفيجال هيلينج ما بيبقاش سهل. ولكن ظهر لها رول في النايت بريك ثرو او النوكتورنال بريك ثرو اللي بتحصل اثناء العلاج بالبروتون بامب انهبيتورز. فاذا كان العيان اللي عنده جرد بيجي له حرقان بالليل وهو بياخد بروتون بامب انهبيتور الصبح، بضيف الاتش 2 ريسبتور انتاجونست جرعه قبل النوم. الزولينجر انسون سندروم برضو الادويه دي اضعف من انها تساهم في علاج الزد دي اي سندروم، لان الاتش سي ال سكريشن بيبقى ماسف. ولكن احيانا في بعض المرضى اللي بياخدوا بروتون بامب انهبيتورز اجي ابتدي البروتون بامب انهبيتور اورال يتقايا من الاسيديتي السيفير، فبحتاج ابتدي له العلاج ب اتش 2 ريسبتور انتاجونست بارنترال، اقلل بيه الاتش سي ال سكريشن عشان يقدر يتحمل العلاج الاورال. الانتي هيليكوباكتر بايلوري ريجيمن الدور بتاعها برضه محدود، لان البروتون بامب انهبيتورز هي واخده الابر هاند، والسبب في كده ان انا بحتاج اعلي البي اتش ل 6 عشان انكرج
الريبليكيشن بتاع الهيليكوباكتر وان هي تخرج من المخبأ بتاعها عشان اقدر الانتي بايوتيك يقدر يموتها. فالاتش 2 ريسبتور انتاجونست ما بتوصليش البي اتش ل 6 زي ما انا عايز، لكن واحد بس منها هو اللي خد ابروفال في علاج الهيليكوباكتر، اللي هو البايلوريد او الرانيتيدين بيزماس سيترات، والسبب ان البيزماس اللي مضاف له له انتي هيليكوباكتر بايلوري افكت. الفانكشنال ديسبيبسي ايضا يحق لي ان انا استخدمها، لان الادويه دي من الادويه السيف اللي ما بتقللش السكريشن بنسبه 100%. والعيان بتاع الفانكشنال ديسبيبسيا الرول بتاع الاتش سي ال فيه في الباثولوجي ما هواش واضح. في الامرجنسي انديكيشن عكس البروتون بامب انهبيتورز بقى هي واخده الابر هاند، ممكن اديها في الاكيوت جاسترايتس في الاطفال اللي بيتقايا ومش قادر يتحمل العلاج اورال، ممكن اديها في البليدنج اوسوفاجيال فاريسز عشان امنع الري بليدنج بعد ما اعمل اريست للبليدنج، ممكن استخدمها في الاسبيريشن نيمونيا في المرضى اللي هيعملوا سيزيريان سيكشن، بتتاخد قبل الاوبريشن مباشره لان الاكشن بتاعها سريع، وبعدين ابتدي اعمل عمليه من غير ما اخاف ان الاتش سي ال يرجع لللنج ويعمل لي اسبيريشن نيمونيا. في الستريس السرز الدور بتاعها اقل، هي والبروتون بامب انهبيتور الدور بتاعهم ابتدى يقل، لان الاتش سي ال سكريشن انهبيشن في المرضى دول بيؤدي الى زياده حدوث النيمونيا في العيانين اللي محجوزين في الانتنسيف كير. يمكن يكون نسبه حدوث النيمونيا اقل من البروتون بامب انهبيتورز، لكن في كلا الحالتين ابتدينا نميل للادويه زي السكرالفيت اللي ملهاش علاقه بالاتش سي ال سكريشن، وايضا افكتيف في الانهبيشن بتاع الاستريس السر. في انديكيشنز اخرى لهذه الادويه، ودي موجوده مين للسايميتيدين، ممكن استخدمه في الهيرشوتيزم والاندروجينيك الوبيشيا في الفيميل زي ما احنا شايفين الصوره بتاعتها. لما بيعلى الاندروجين في الفيميل بيعمل لها هيرشوتيزم، بتاخد الميل هير ديستريبيوشن، يبتدي يطلع الشعر في اماكن مش كومن انه يطلع فيها زي في الدقن او في منطقه الشنب، ويبتدي الشعر يقع بشكل اللي بيحصل فيه البولدنس في الميل، فتسمت الاندروجينيك تايب اوف الوبيشا. الميل ما اقدرش استخدم الادويه دي في الالوبيشيا لان زي ما احنا عارفين ليها ادفرس افكتس على السكشوال فانكشن. ممكن استخدمها في بعض انواع الحساسيه التي لا تستجيب للاتش 1 ريسبتور انتاجونست، لان لما بنحط لها الاتش 2 ريسبتور انتاجونست بيتحسن الريسبونس بتاع المرضى. الادفرس افكتس، اول مجموعه من الادفرس افكتس زي ما قلنا مع البروتون بامب انهبيتور بسبب الانهبيشن بتاع الاتش سي ال سكريشن. اول حاجه بيحصل توليرانس، العيان بيبقى بياخد الدواء بعد فتره يلاقي ان الدواء ما بقاش افكتيف، وخاصه مرضى الجيرد يلاقي انه ماشي على العلاج بعد 3 4 اسابيع يبتدي يقل الريسبونس وتبتدي الحموضه ترجع له تاني. ايه السبب في كده؟ ان الاتش 2 ريسبتورز لما بيحصل لها بلوكيد بيبتدي يحصل لها اب ريجوليشن، فتعوض عدد الريسبتور المقفوله ويبتدي يرجع الاتش سي ال سكريشن لحالته اللي قبل كده. الريباوند معناها ان العيان كان بياخد الدواء وبعدين وقف العلاج، ابتدى يرجع له الاتش سي ال سكريشن اكتر مما كان عليه قبل العلاج. والسبب هو نفس السبب، ان اثناء ما كان بياخد العلاج كان بيحصل ريسنسز ل اتش 2 ريسبتور انتاجونست بدل اللي حصل لها بلوكيد. الدواء كان بيقفل الاتش 2 ريسبتورز الجديده اللي بتتصنع، اول ما وقفنا كان عدد الاتش 2 ريسبتورز اكتر من اللي كان موجود قبل بدايه العلاج، فيبتدي يحصل ريباوند هايبر اسيديتي اكتر مما كان عليه قبل العلاج. الريكارنس معناها ان العيان خلص الكورس بتاع العلاج والقرحه خفت، وقفت رجعت القرحه مره ثانيه. وفي بعض المرضى بنحتاج ندي مينتنانس من الادويه اللي بتسبرس الاتش سي ال سكريشن بعد انتهاء فتره الاكتيف تريتمنت للقرحه. حدوث الهايبربليزيا في الانتيروكروموفين لايك سيلز دي اقل بكثير من حدوثها مع البروتون بامب انهبيتورز، والسبب في كده ان السبريشن للاتش سي ال سكريشن ما هواش كومبليت، وبالتالي ما فيش اي مجال ان احنا نتحدث عن حدوث نيوبليزيا.
البكتيريا الاوفر جروس بيحصل برضو بدرجة اقل مما يحدث معاه في البروتون بامب انهيبيتورز، ونسبة حدوث الانفكشنز زي النيمونيا في الانتنسيف كير بيشنت كانت اقل، ولكن ما زال ممكن الحاجات دي تحصل مع الاتش 2 ريسبتور انتاجونست. المجموعة الثانية من الادفرس افكتس نتيجة عبورها البلاد برين باريرز. السايميتيدين هو الدواء الشهير جدا انه بيقدر يعبر البلاد برين بارير، ممكن يعمل لي سيديشن في بعض المرضى مع الانترفينوس بريباريشنز بيوصل لدرجة الكونفيوجن، بيعمل لي انسومنيا ايضا في بعض المرضى الاخرين بيوصل مع البرنترال بريباريشن لدرجة الهالوسينيشن، بيعمل لي ستيميليشن للبرولاكتين سكريشن، وزي ما احنا عارفين البرولاكتين بينبت سكس هرمون، فده بيديني انتي اندروجينيك اكشن في الميل، والانتي اندروجينيك اكشن في الميل بينتج عنه كبر في حجم البريست. من اشهر الادويه اللي بتكبر حجم البريست هو التاجاميت. كمان بيأثر لي على السكشوال ديزاير، بيقلل الليبيدو، وقد يؤدي الى حدوث الامبوتنس في الميل. الادفرس افكتس دي ما بتحصلش في الفيميل. المجموعه اللي بعد كده نتيجه الانهبيشن للسيتوكروم بي 450 اوكسيديز، وزي ما احنا عارفين السايميتيدين من اشهر الانزيم انهبيتورز اللي عرفناها في الفارماكولوجي. الرانيتيدين بيعمل لي انزيم انهبيشن بس في الثبرا ثيرابيوتيك دوز، فالسيجنيفيكانس بتاعها بيبقى اقل بكثير. المغزى بتاع كده ان احنا بنحتاج نعمل دوز ادجستمنت الادويه الميتابوليزم بتاعها بالسيتوكروم بي 450 اوكسيديز لما بتتاخد مع التاجاميت، وده خلانا نبتعد جدا عن استخدام التاجاميت في السنوات الاخيره. ايضا الجرعه الكبيره والبارنترال من التاجاميت كانت ممكن تعمل لي هيباتوتوكسيستي. مجموعه اخيره من الادفرس افكتس، الادفرس افكتس بتحصل مع الانترافينوس انجكشن. في اتش 2 ريسبتور موجوده في القلب، والاتش 2 ريسبتور اللي في القلب دي ستيمولاتوري، لما بدي السايميتيدين او الرانيتيدين ممكن يقلل لي الكاردك اوتبوت، ممكن يعمل لي هارت بلوك، في حالات نادره قد يؤدي الى حدوث الاريثميا. في ادفرس افكتس اخرى بتحصل مع الاتش 2 ريسبتور انتاجونست، ان هي ممكن تعمل لي حساسيه نادرا ما تصل الى البون مارو ديبريشن، وان الايفرفيسنت فورميوليشن بتاع الرانيتيدين في صوديوم بايكربونات، الصوديوم ده بيزود لي الصوديوم كونتنت بتاع الجسم، فيعمل لي معاه سولت ووتر ريتينشن، يعمل لي اديما، يعلي البلاد بريشر، يعمل لي وورسنينج لي بريفيسلي بريزنت